بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نواصل هذه المجموعة من الدروس المتعلقة بكيفية إنجاز أو رسم لو ام ان تي الخاص بمجموعة النقاط أو سحابة النقاط الخاصة بنا أو خاصة بالرفع الطبوغرافي. بعد أن رسمنا كونتور نياج دو بوان، لو كونتور دو نياج دو بوان يعني حيز سحابة النقاط الطبوغرافية، سوف نقوم الآن بتبيين الخطوط ذات الصفات الخاصة للين كاراتيستيك، تدعى للين كاراتيستيك، وهي عبارة عن خطوط تميز خطوط انكسار ميل الأرضية، خطوط انكسار ميل الأرضية. فلدينا مثلا هذا المثال الذي يبين هذه الخطوط، والتي تمثل خطوط انكسار لميل الأرضية. هذا مثال يبين فلدينا مثلا هذه الأرضية التي تمر فيها مجرى مائي أو شعبة أو وادي أو مذهب الوادي. فكما تشاهدون الآن، فهذا الجانب يمثل جانب الأرضية الأيسر، وهذا الجانب يمثل الأرضية الجانب الأيسر الأيمن للأرضية، وهنا يوجد مجرى مائي أو ممر مائي أو مدعى الشعبة أو الوادي. فكما تلاحظون فيه خطوط أو فيه نقاط تمثل أن خط انكسار للميل. فهنا عند وضع الأرضية في هذه الوضعية، فهنا كان الأرضية بميل معين، ثم فجأة قام ميل الأرضية بالتغير فجأة. ثم هنا عند قاع المجرى، وهناك كان الميل بمنحنى معين، ثم قام بتبديل أو تغيير منحناه فجأة. ثم هنا قام الميل بالتغير فجأة، وهنا تغير منحى الميل كذلك فجأة. إذن هنا نقول أن لدينا أربع نقاط لتغير المنحى أو تغير الميل، 1 و2 و3 و4. هذه النقاط عند إمدادها مع بعضها، هناك نقاط تغير المنحى هنا وهنا وهنا وهنا، عند ربطها ببعضها تمثل أن خطوط انكسار للميل للأرضية، وهو خط انكسار ميل الأرضية، وما يدعى بالفرنسية لين دو ريبتور دو بونت، لين دو ريبتور دو ريبتور دو بونت. إذن هنا لدينا أربع خطوط انكسار للميل، الخط الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. في هذه الحالة نقول أن السكسيون للمجرى لديه سكسيون ترابازويدال، لأن هنا الشكل الناتج عن إنجاز قطع للوادي أو للمجرى المائي يشكل لنا مساحة شبه منحرف، تدعى سكسيون ترابيزودال. وهناك بعض الأودية التي تمثل لنا أشكال مثلثية، يعني لدينا فقط ثلاث خطوط انكسار المنحنى، وهناك بعض المجال تمثل لنا نصف دائرة. فكل مجرى مائي لديه شكل معين يمثله، فما علينا إلا توضيح مجموع خطوط انكسار الميل في كل مجرى مائي وفي كل التغيرات الموجودة على الأرضية الخاصة بنا. نعود إلى ملف النقاط الطبوغرافية الخاصة بنا. فهنا لدينا مثلا نقوم بإطفاء كالك الكونتور، ثم كما فعلنا سابقا مع عملية تلبيس النقاط الطبوغرافية، فقد أشرنا إلى مجموعة التفاصيل الخاصة بسحابة النقاط الخاصة بنا. ويجب التنبيه إلى أنه إنجاز مجموعة خطوط انكسار الميل تنجز حين عملية تلبيس النقاط الطبوغرافية وليس الآن، ولكن تعمدنا تركها إلى حين احتياجها في هذه الدروس، لكي نبين تماما منفعة أو فائدة هذه نقاط انكسار ميل الأرضية. فمثلا إذا لاحظنا هنا عندنا بعض النقاط التي تحمل الكود HT،
الكوت اشتي ينمط اليه المساحه الطبوغرافي بي او طالي لو او طالي. وعندنا بعض النقاط تجدها بي تي، لو بي تي ينمط الى با طالي. اذا هنا لدينا شبه منحدر فيه الجزء العلوي له وهو لو طالي يعني راس المنحدر، ولدينا با طالي وهو الجزء السفلي للمنحدر كما قمنا في عمليه التلبيس ووضحنا هذا الامر جيدا. فعند الربط بين هذه النقاط بخط بوليلاين 3D نربط بين هذه النقاط الأوطالي والباطالي، ثم من ذلك نقوم ثم نذهب إلى الباطالي ونوضحه بخطوط أو نبينه بخط أو نربط بينهما بخط 3D ثلاثي الأبعاد بي تي. إذن يظهر لدينا هنا خطين، خط أولي وهو أطالي وخط ثاني وهو البطالي. نستطيع ربط بين خطوط البطالي وكذلك خطوط نهاية الأكوتمو الخاصة بنا. فنهاية الأكوتمو هنا نهاية أكتاف الطريق تمثلنا البطالي الخاص بالأطالي يعني خاص بالمحاذر هذا. إذا لدينا خطين، خط أولي يمثلنا رأس المنحدر وخطوط تمثلنا قدم المنحدر، رأس المنحدر وقدم أو قدم المنحدر. فإذا قمنا بإنجاز مقطع في هذا الشكل بهذا الشكل، إذا قطعنا الأرضية بهذا الشكل سوف نرى الشكل الآتي. لدينا ابتداء من هذه الجهة الأرضية ثم يبدأ المنحدر، ينتهي المنحدر وتأتي أرضية الطريق. إذا لدينا أرضية هنا، الأرضية مثل هذه الأرضية، ثم جزء المنحدر الذي هو عبارة عن منحدر، وله رأس المنحدر وقدم المنحدر، ثم تأتي بعد ذلك أرضية الطريق. فهذا عبارة عن طريق، طريق. نقوم الآن بإمداد كارك معين لهذه الخطوط، ويتمثل خطوط تفاصيل للأرضية وكذلك خطوط انكسار لميل الأرضية. نقول مثلا هنا كارك جديد نسميه HTO طالي أبليكي، وكذلك خط جديد نسميه BT لبا طالي أبليكي إي أوكي. إذن هذا يمثلنا أو طالي، وهذا يمثل وهذا مع هذا يمثلنا لبا طالي بي تي. إذا هذه هي العملية التي نقوم بتحديد من خلالها خطوط انكسار ميل الأرضية، وهو مهم جدا في عملية تدقيق الحسابات الخاصة بالأمن تي وتدقيق الحسابات كذلك الخاصة بعملية الحساب كمية الردم وكميات الحفر.